السلام عليكم خوتي، ان شاء الله راكم بيان. معكم زينو طروادي من الجزائر. اليوم راح نتكلموا حول قضيه سعد المجرد. سعد المجرد كما تعرفوه هو مغني مشهور من المملكه المغربيه، قام بعده اعمال داخل المملكه وخارج المملكه، حقق نسب مشاهدات عالميه اللي تخطت 20 مليون 30 مليون حتى 40 مليون. من بين الاغاني تاعها المشهوره اغنيه انت المعلم، هي الاغنيه التي وصلت له الشهره والناس كامل ولات تعرفها بهذه الاغنيه. كما نعلم كلنا ان اي فنان او اي شخص عندما يصل للشهره راح تكون كاينه مشاكل. مستحيل تكون انسان مشهور بدون مشاكل. كاين الناس راح تقاضيك، كاين الناس راح تطمع فيك، كاين الناس راح تشتكي منك، يحدو يسرو لك اشياء، يحدو لك يسرو لك اشياء. من بين هذه القضايا اللي تعرض لها سعد المجرد قضية الاغتصاب، اللي لحسب ما نعرف أنا شخصيا سعد المجرد تعرض لعدة قضايا مثل هذا النحو، وهذه القضية ليست بجديدة علينا أو قديمة. سعد المجرد في هذه الأسابيع الأخيرة كنا سمعنا باللي تعرض الحديثة في فندق مع فتاة، وكان في دار القضاء كما نقولوا في المحكمة، والقضية سمعت غير أقوال الضحية، ما بغيت تسمع الأقوال تاعها. لهذه دير نقطة شك كبير حول مصداقية القضاء اللي تعرض له، لأن كما نعرفوا بلي لازم تسمع على الضحية وتسمع على المظلوم، تسمع على الظالم وتسمع على المظلوم باش تاخذ قرار يكون صحيح. تسمع الجهتين، باش تسمع الجهة واحدة والجهة الثانية ما تسمعلهاش وتاخذ القرار حاجة تثير شكوك. سعد المجرد انا كمواطن جزائري ولا كمواطن عربي نتضامن معاه، باسكو هو راح مغني عربي قبل ما يكون مغربي. نتمنوا له ان شاء الله ربي يفرج عليه. رانا نتبعوا في القضيه، رانا نتبعوا في هذه الايام، وبزاف بزاف من الدول العربيه راهم متضامنين معاه، بزاف من الجزائر، بزاف من المغرب، بزاف من تونس، مصر. وهذه القضايا قضايا الاغتصاب بحسب ما لاحظنا في الاونه الاخيره راح تحدث كثيرا للمشهورين الفنانين. عندك انسان انا كراي خاص لي نتكلم عليه كإنسان مشهور سي باتمون يتعرض لهاد القضية تاع الاغتصاب، باسكو انسان مشهور حاجة الأولى راه متزوج، يكون متزوج عنده زوجة تاعه، هادي الحاجة الأولى. مام إلا ما كانت عندها الزوجة تاعه سي امبوسيبل باش انسان مشهور يروح يتحرش ولا يروح يغتصب، ما تدخلش في العقل. هادي مام حد صرات هنا في الجزائر، واحد العازف مشهور هنا في الجزائر، بصح مع الأيام تبينت بلي داك الإنسان بريء وبلي غير لفقوا له التهمة، والإنسان بريء من كل تهم. نتمنوا ان شاء الله تبان الحقيقه في الايام القادمه. كان معكم اخوكم زينو طروادي من الجزائر، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.